السلام عليكم. اولا بعدك المواطن الفنان هو حال المواطنين المغاربه كامله وجزء من المغاربه. هي مساله ديال الزياده في الاسعار شيء غير طبيعي، لان باش تكون الزياده في الاسعار بواحد الكميه كبيره والاسعار كلها تزاد في واحد الفتره معينه حاجه غير منطقيه. ولو اننا الى ربطنا الزياده بالاسعار كان ربطوها بالبترول، لان ملي كتزيد البترول كتزيد حتى السلعه، كتجيب كميوات كتجيب رموكات اوتوماتيكمون غتكون هذه المساله. انا كنقول بان غير كنتمنى على اساس انه الحكومه انه تعاد النظر في هذه المساله هذه وتشوف واحد التخريجه، لانه هذا الشيء كل شيء سببه انه داك الشيء اللي دار من كيران ديال قتل صندوق المقاصه راه قتل المغاربه كاملين. يعني هذا الشيء اللي كان وقعوا لي دابا حالك العيشوا دابا راه هو الاثمنه كانت في عدي الحكومه اللي قبل، لان قتلت جميع الدعم اللي كاين شيء طبيعي اننا ندفعوا الثمن، غير ان الحكومه خاصها تاخذ بعين الاعتبار المساله هذه ونظر الازمه وشتى ما صباتش وكاين ظروف ديال كورونا وهاد المسائل كامله، يعني خاصها تراعي هاد المساله هادي وتحاول تشوف شي تخريجه على اساس انه رمضان جاي. يعني راه لا يعقل ان تخلي ان تولي المغرب كله في واحد الحقن شعبي، ما مساله غير طبيعيه، وكنظن تعاود نظر في هاد المساله هادي. انا الرساله اللي نقدر نقول لعز خنوش هو ما توقعش في نص الاخطاء اللي وقع فيها بن كيران، وما تحاولش توقع في اخطاء اللي تولي تدافع على الاخطاء ديال الحكومات اللي دازوا من قبل. راه الشعب المغربي ما غيفهمش بانك انت راك تدفع اخطاء ديال الحكومات اللي دازوا من قبل. حاول ما امكن انك تنقض الموقف وتعالج الاشكاليه باقل ضرر وما تهلكش الطبقه الكادحه، لان حتى الطبقه المتوسطه راه ولات هبطت المستوى الطبقه الكادحه. خاصك تعاود النظر في هذه المساله هذه، ولو انكم تلقاو تخرجوا على انكم توجدوا دعم ومساعده لهاد الناس باش تنقصوا. راه رمضان جاي، راه الناس راه وصل لهم العظم، راه كاين اللي كياخذ 700 درهم في السيمانه، راه ماشي طبيعيه المساله هذه.